ألف مبروك كابتن أيمن الأول، برحب بضيوف الكرام كابتن أحمد بلال تاني، كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة حسني، وكابتن عادل مصطفى. مبروك للكرة المصرية، مبروك للنادي الأهلي والجماهير، مبروك للجهاز الفني والإداري، ومبروك لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. طبعا النهاردة المباراة كابتن أيمن، الأحداث اللي سبقت المباراة احنا قلنا كلنا إن هذه الأحداث تؤثر في أي فريق، ولكن النهاردة شفنا قد ايه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي لما تكون المباراه كبيره قد ايه النهارده كان في ثبات، قد ايه النهارده كان في هدوء، كان في تركيز، كان في وصول للهدف. كل هذا الكلام خلي بالك مش بيجي من فراغ، ولكن عشان تقيس مقدار فريق في هذه الظروف يا كابتن ايمن لابد انك انت تقف عند النقطه دي، نقطه مهمه جدا جدا. النهارده انا بشيد بلعيب النادي الاهلي النهارده بجهاز الفني والاداري ان هم ما خرجوش عن التركيز على الرغم من الاحداث اللي هي المؤسفه صح. اللي حدثت قبل اداء المباراه. دي نقطه مهمه جدا، يمكن الكل يمكن ينساها بعد نتيجه الفوز الايجابي للنادي الاهلي، ولكن احنا لازم نقف عندها. دي ما بتجيش كل مره، ولكن انا بشيد تاني باللاعبين، الجهاز الفني والاداري والهدوء. خلي بالك النهارده ايمن ان تعامل اللاعبين داخل ميدان اللعب بهدوء والتركيز، كمان الهدوء كمان مع حكم المباراه، يعني ما شفناش حد اعترض، مش حد ابدا كان اتاثر بالضغوط اللي ما قبل المباراه، ولكن بشيد باداء اللاعبين الحقيقه طبعا والجهاز الفني والاداري. اتمنى ان شاء الله باذن الله الشوط الاولاني خلص، اتمنى يعني يكون نفس الاداء باذن الله في المباراه القادمه، على اساس ان النادي الاهلي النهارده يعني يقدر يحقق الهدف والوصول للمباراه النهائيه. نروح لطاقم التحكيم، قلت ان الظروف اللي ما قبل المباراه يجب الا تؤثر على حكم المباراه. قرارات. مش معنى النادي الاهلي كسب، لا، هناك اخطاء حدثت بالفعل في المباراه كابتن ايمن، ويمكن انا رصدت ثلاث حالات او ثلاث اختبارات النهارده مروا بالحكم جوميز، واتكلمت كمان في نقطه مهمه جدا ان جانيسي كازوي اللي هو على الفار لابد النهارده يكون تدخله ايجابي طبقا للبروتوكول. صحيح. طيب هل النهارده ما فيش اخطاء كابتن علاء؟ في هو انا يمكن بكلم كابتن علاء قال لي لا انا رصدت حاله في الدقيقه 26. كابتن علاء احنا بنتكلم في الدقيقه 26 لحظه الكره لمحمد شريف بتتعمل اوفر داخل الصندوق. البعض يمكن مش مقتنع بان في ركله جزاء نتيجه ان لابد يكون في مخالفه العرقله، يعني الرجل تروح. لا. طبقا للقانون احيانا اللاعب بيرتكب مخالفه باهمال. يعني ايه باهمال؟ هو النهارده اللاعب محمد علي اليعقوبي اللي هو المدافع رقم 6 هنشوف يا كابتن شريف، الكره اتحطت، لعب ونجح، اليعقوبي جاي، هو مش قصده، انا معاك، ولكن هنا الخطا باهمال، هو بيجري في لحظه جري محمد شريف الرجل اتحطت. هذه الحاله بنقول عليها خطا باهمال. كان يجب، فالخطا حدث، حدث بالفعل. بص يا كابتن نايم، هنا هنشوف هنا القدم اللي هي لاعب محمد علي يعقوب بتاع الترجي، وشوف هي راحت فين. انا بحرك ليه كمهاجم؟ بحرك عشان انقل. شوف سكوت محمد شريف، السكوت غير مصطنع، السكوت لنتيجه الحدث، لان هو سقط مره واحده. انت معايا يا كابتن ايمن؟ ايوه. اذا هنا سكوت مش مصطنع. انا يمكن بعذر الحكم فيكتور جوميز، تدخل الفار بقى، تفاصيل مش موجوده. صحيح، لان الحاله صعبه زي ما قلت ان الرجل مش عرقله واضحه، ولكن هنا في مخالفه، المخالفه هنا موجوده بالقدم للاعب نادي الترجي محمد علي يعقوبي مع محمد شريف. ركله جزاء كابتن ايمن 100% لم تحتسب. طيب الفار موجود، الكلام ده انا قلته، تفاصيل الحاله مش مع الحكم، ولكن هي مع حكم الفار، يبقى كان لازم الفار يتدخل. بالظبط كده. شوف اعتراض محمد شريف بينما ان انا فعلا ليا مخالفه. خلي بالك محمد شريف من اللعيبه اللي هي ما بتعترضش كتير، ولكن هذه الحاله صحيح. في هذا التوقيت فعلا هو له ركله جزاء صحيحه 100%، كان يجب تدخل جانيس كازو في هذه الحاله كابتن ايمن. نتيجه المباراه النادي الاهلي بيساعد الحكام وبيكسب، بس خلي بالك لو النهارده النادي الاهلي ما كانش فاز في المباراه، هذا خطا تحكيمي مؤثر في صحيح. نتيجه المباراه. بمناسبه ان النادي الاهلي فاز، انتهت مباراه كايزر تشيفز دلوقتي والوداد المغربي بفوز كايزر تشيفز في ملعب الوداد 1-0. تمام، طبعا نتمنى طبعا التوفيق، واحنا ولكن النادي الاهلي احنا دايما بنبص للنادي الاهلي، نلعب اي حد، ما بيبصش لاي حد. كابتن ايمن الوداد كايزر هو ما عندوش اي مشكله، ان الاهلي طبعا قادر ان هو ان شاء الله باذن الله يحصل على البطوله باذن الله، باذن الله رب العالمين. تاني بقول ان ركله جزاء ما حدش حس بيها، انما هنا طبقا يكون خطا باهمال
كان يجب احتساب وكان يجب تدخل الفار في هذه الحاله كابتن ايمن. هروح لحالتين تانيين، وده يمكن انا مش عاوز اقول ان هو تاثر، لا هو تاثر، الحكم تاثر بما حدث قبل المباراه. شوف لعبه كابتن علاء، لو انت معايا كابتن عادل، علي معلول والنقاز والنجازه، واضحه جدا ان النقاز النهارده رايح داهس رجل، يعني دي في القانون اولا مخالفه تحتسب ثم بطاقه صفراء. شوف ان النهارده حكم لم يحتسب المخالفه، عشان انت تهرب من الانذار ما تحسبش المخالفه، لا، كان يجب على الحكم احتساب مخالفه. المخالفه واضحه والقدم دهسه كابتن علاء رجل علي معلول، وهو لم يصطنع الاصابه، ولكن كان يجب الحكم هنا اشهار البطاقه الصفراء في هذه الحاله. الحاله الثانيه الغريبه جدا كابتن عادل، اللي يمكن انا استغربت، كره محمد شريف مع كوليبالي. كوليبالي طلع طاقه فوق. شوف، اولا استخدم الذراع ونزل بكل جسمه على محمد شريف، يعني دي الف ب في القانون. أيوه. دي خطا بتهور. صح، احتسب المخالفه بدون اشهار البطاقه. لا، عندنا النهارده اخطاء تحكيميه، زي ما قلت النادي الاهلي بيكسب، التحكيم ما حدش بيشعر بيه كابتن عادل ابدا، ولكن بنشعر بيه لما بتكون الاخطاء مؤثره. هي ركله جزاء لم تحتسب، ما اثرتش في نتيجه المباراه، نتيجه النادي الاهلي كسب، ولكن هقول الكلام دوت ليه؟ لا، لازم يكون الفار ليه دور، يجب ان يكون في تعاون ما بين حكم الميدان وحكم الفار، حتى على الاقل بقول لك انك انت النهارده من فضلك تعالى حتى شوف الحاله كابتن علاء، تعالى شوف الحاله، اجيب الحكم يشوف هو ياخد القرار. بس هي ما تغيري، هو ما تتخدش عليه دي يا كابتن، يعني الحاله الاولى بتاعت ضربه الجزاء هو هي صعبه عليه، ما تتخدش عليه هو على الفار. وكلم الكابتن على الفار، كابتن لكن على انا كلمت تفاصيلها صعب ان هو يشوفها بالظبط، عشان كده انا قلت ايه في البدايه، في بدايه الحلقه قلت جانس الكازو من فضلك تدخل طبقا للبروتوكول. مظبوط، مش بقول لك انك انت يعني لا، هات الحكم هو يشوف، هو ياخد القرار. هذه الحاله كان يجب على جانس الكازو يستدعي الحكم، وهو كان الحكم ياخد فيه قرار، سواء كان باحتساب مخالفه او عدم احتسابها، يبقى انت عملت عليك كحكم فار. نتيجه مباراه النادي الاهلي، لعيب النادي الاهلي النهارده سهلوا مهمه الحكم كابتن ايمن. صحيح. اكيد بيطلع شكله حلو، لان الخطا الوحيد اللي هو مؤثر هو ما اتحققش بنتيجه فوز النادي الاهلي. انا بتمنى ان شاء الله باذن الله نفس الاداء، بامانة بشيد تاني من لعيبه النادي الاهلي، مش مجامله، لعيبه ركزت. صحيح. ما خرجتش عن الهدف، احداث كبيره جدا ومؤسفه حصلت قبل المباراه، هدوء الجهاز الفني ومطالبه بحق الجهاز الفني في ان المباراه يتم تامينها وحمايه اللاعبين، دي كمان حاجه فنيه لازم نشيد بيها بكابتن سعد حفيظ. ايضا اللاعبين داخل ميدان اللعب كلهم النهارده كان في تعاون، كان في جديه، كان في تركيز، كان في اهتمام، وكان في الوصول للهدف، وبالفعل النهارده هم نجحوا في الوصول للهدف. نتمنى في المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله باذن الله. ربنا نشكرك شكرا جزيلا كابتننا الكبير كابتن ناصر عباس. اشكرك يا كابتن.